الأخبار بشكل الرؤية يعني غير واضحة تقريبا، وهذا يتطلب بالتأكيد من الجميع، من جميع الإخوة اللي يقودوا مركباتهم على الطرقات في أي مكان من أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة، عليهم فعلا الانتباه والحذر بشكل دقيق، لأنه الجو يعني كثير مغبر والرؤية غير واضحة مطلقا. طبعا المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل دعا إلى هذا الأمر، توخي الحيطة والحذر أثناء القيادة في مختلف الطرق الداخلية والخارجية نتيجة انعدام الرؤية الأفقية بسبب تعرض الدولة لعاصفة رملية قوية. المركز نبه أيضا في بيان له اليوم إلى أنه الرياح نشطت السرعة وقوية أحيانا، محملة ومثيرة للرمال والأتربة ومسببة لانعدام الرؤية تماما في وضح النهار. أشار إلى أن الرؤية الآن هي أقل من 500 متر في مناطق متفرقة من المنطقة الغربية ومدينة أبوظبي، وحث مستخدمي الطريق وقائدي المركبات من السائقين على ترك مسافة كافية بين المركبات بسبب انعدام الرؤية الأفقية. وباعتقادي يعني حتى الرؤية أقل من 500 متر الواقع، يعني من هم على الطرقات الآن ربما يؤكدوا هذا الأمر. على جميع الأحوال أمنياتنا للجميع إن شاء الله بالسلامة والوصول إلى مرادهم وأهدافهم واتجاهاتهم إن شاء الله بكل أمان وسلامة إن شاء الله، فقط عملية الانتباه. طبعا برنامجنا اليوم أيضا